أسعد الله ومساءكم وجزيل من الأنباء من التناصح. حكد القائد الميداني في الجيش الليبي بمحور صلاح الدين الطاهر بن غربية إسقاط الدفاعات الأرضية لقوات الجيش طائرتين تابعتين لمجرم الحرب حفتر أثناء استهدافهما للأحياء السكنية بمنطقتي سواني وصلاح الدين. بن غربية في تصريح للتناصح اليوم السبت أكد أن قائد إحدى الطائرات تم القبض عليه من قبل قوات الجيش الليبي بعد قفزه من الطائرة قبل أن تتحطم بالقرب من مدينة الزاوية. كشفت صحيفة العربي الجديد عن مصادر ليبية ومصرية إن الكيان الصهيوني قام بتدريب عناصر من ميليشيا حفتر على أساليب قتال الشوارع. وأوضحت الصحيفة في تقريرها الصادر يوم السبت إن هناك اتصالات رفيعة المستوى جرت بين مجرم الحرب خليفة حفتر ومسؤولين في المخابرات اليهودية، وأسفرت عن تعاون أمني تتضمن تدريب عناصر من ميليشيا حفتر داخل الأراضي الليبية على يد الخبراء الصهاينة والتوسع في حرب الشوارع بعد فشل الخطة السابقة. أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس دعمه لمذكرتي التفاهم بين جمهورية تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية. المجلس في بيان له اليوم السبت أعرب عن التزام الدولة الليبية بوضع مذكرتين حيز التنفيذ، مؤكدا أن توقيع المذكرتين من اختصاص السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للدولة الليبية. أعلنت تركيا اليوم السبت عن دخول مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحيات البحرية بين البلدين حيز التنفيذ. وبحسب الجريدة الرسمية التركية فإن المذكرتين تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس وتحديد مجالات الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.